انت دايما عينيك على. وبعد ذلك عين 70 اخرين. احيانا واحد فينا يقول ربنا عين ناس معينه، اكيد انا مش منهم. ويفضل الشيطان يدوس في جوايا الناس بتبقى اجسام متعينين. لا، احنا كلنا متعينين. يعني لو جبت حد معين للسماء جاب مصوبات التعيين بتاعته وكده، يا ترى ايه يعني متاسف، ايه الفرق بينه وبينك؟ اللي متعين اللي انت مالك وانت متعين، الكهنه متعينين والرهبان متعينين والبطاركه والاسقف متعينين، ما هي مصورات التعيين عندهم؟ عندهم ايه الفرق بينك وبينهم؟ اعمل مقارنه بين حد متعين وانت مالك تقول هو متعين وانا لا، وشوف هو خد ايه وانت ما خدتش. ايه الزياده عنده اللي خلى كل شويه انت تقول ده الراجل ده متعين وانا مش متعين؟ انت مش ابن الله؟ ابن الله. معايا؟ انت واحد ابن الله؟ انت ابن ربنا؟ في انجيل معلمنا يرحمنا اصحاح واحد كده، الذين موتوا ليس من دم ولا من جسد ولا من شيخ رجل، لكن من الله ولدوا احنا. اثنين، جاء الى خصته وخصته من تقبله، اما الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. احنا معايا؟ معايا؟ لو تسمع في القداس القطعة الثانية من الجوز، تجسد وتأنس، وأنا عمالة بالميلاد الذي من فوق، الميلاد الثاني، يعني اتولدت مرة ثانية، فأنت ابن الله. ما تقوليش أنا مش متعين. طب اللي متعين ده خد إيه أكتر منك؟ الشيطان كل شوية يقول لك لا مش أنت، لا لا لا، ده عين الرب 70 آخرين، أنت أكيد مش منهم، أنت لا، كلنا متعينين، كلنا متعينين للسماء. أوعى انت ابن ربنا، انت ابن ربنا. اثنين، انت ساكن فيك ربنا، ادي مصوبات التعيين بتاعتك، ادي اللي عينك وجود الله فيك. اولا انت ابن الله وجودنا شواهد ومرجعيه من الانجيل. اثنين، انت المسيح فيك. حتى بولس الرسول جايلها بطريقه غريبه قوي، يقول اما تعلمون ايه بولس، اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. ياه، روح ربنا فيه. خلي بالكم، خلي بالكم، عندما نشعر بان الله ساكن فينا يعطينا قوته. احنا مش حاسين، احنا مش اسف احنا مش محتمين وجود الله فينا، عشان كده عايشين في ضعف. عندما تشعر بالله تحل فيه قوه الله، احنا مش حاسين بيه. لكن يونس الصديق لما الست دخل عليه عشان تعمل معاه خطيه، يقول له حي هو الرب الذي انا واقف امامه. عندما ذكر اسم الله اختفت المراه وانتصر يوسف. اول ما جاب سيره ربنا حلت عليه النصره، حلت عليه قوه الله. عايز تبقى قوي، حس بربنا، شوف ربنا، اشعر بيه. بولس الرسول بيقولها كده، بيقولها بغرابه شديده. الا تعلمون يا ناس، انتوا مش عارفين ان الله فيك؟ لا ما اعرفش. اديك عرفت يا اخوي، اديك عرفت. انا تعلمون ايه اللي بتعملوا كده؟ انت مش عارف. يعني بنعمل حاجات غريبه جوه ربنا موجود، بنعمل حاجات غريبه مكسفه مخجله ربنا موجود. عين الرب، انا متعين. كل ما يجي انا متعين عند ربنا، أنا ابنه. اثنين، هو ساكن فيا، دي مصوغات التعيين. ثلاثة، أنا لابسه. في غلطي 5 يمكن يقول جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح لبستوا المسيح. لبستوه. إيه ده؟ أنت لابس المسيح؟ لابس المسيح. أوعى تجلعه، أوعى حد يضحك عليك وتجلعه. أوعى حد يضحك عليك وتجلعه، أنت لابس المسيح. ابنه، ابن الله، وساكن فيك الله، ولابس الله. ايه ده؟ وتقول لي مش متعين؟ انت متعين، انت متعين، متعين واشتغل بقى، توظف بقى، شوف شغلك بقى. الحصاد كثير. النقطة رقم 2، اديك تعينت، الحصاد كثير. شغل كتير قوي، شغل كتير. الشغل كتير.
اللي هو ما تشتغلش ليه؟ انت عوطلي، يبقى انت ما تستاهلش الاورجر، ما تستاهلش تاكل، ما تستاهلش تعيش. الحصاد كثير يا ناس، اخواتكم بيطيحوا يا ناس. يعني ايه؟ يعني ايه اخواتنا بيطيح؟ يعني رقم واحد انت تتوب عشان تعرف تشتغل، رقم اتنين انت قدوه عشان تعرف تشتغل. الحصاد كثير، ده انا ما زرعتش يا عم تعالى احصد. انا ما بكيتش لما ازرع بالدموع لك احصد بالابتهاء، احنا مسامحينك ما زرعتش، تعال احصد. يعني ايه احصد؟ يعني انت رقم واحد توب، ما تعرفش تحصد وانت مش تاب، ما تعرفش تحصد وانت مش قدوه، ما تعرفش تحصد وانت مش حلو. انت ابن الله وساكن فيك الله ولابس الله وحلو وجميل، عشان تشتغل ورينا ده فيك من خلال توبتك. لازم تتوب توبه صادقه قويه عميقه تؤهلك ان تحصد. اخواتك بيضيعوا، اخواتك بيضيعوا، وانت محتاج اجره، محتاج اجر، محتاج اجر. ما ينفعش ما تشتغلش، عايز تقبض ما ينفعش ما تعملش، ما ينفعش ما تعرفش. انت ما زرعتش، طب احصد. اشكر ربنا لسه عطيلك فرصه انك تشتغل عنده. رقم واحد اتوب توبة تتناسب مع المعطيات التي معك. ايه المعطيات؟ انا ابن ربنا. ايه المعطيات؟ انا لابس ربنا. ايه المعطيات؟ ربنا ساكن جوايا. ده كله ده يخليني ايه؟ ده يخليني نور من نور. لو حصاد كثير الحق. الحق ايه؟ الحق توب. الحق خليك جميل عشان تشتغل. ربنا محتاجك تشتغل. ربنا محتاج لك، ربنا محتاجك تشتغل معاه عشان خاطر انت تكسب، وعشان خاطر اخواتك يتوبوا. انا تبت وكنت قدوه وبدات اشتغل، بدات احصد، بدات اجيب اخواتي. ياما ناس بعيده وبنتظر ان احنا نقول لهم يا فلان فينك؟ بس مش قادر اقول يا فلان فينك لان انا تعبان، ما اعرفش اصطاد. انا كنت انا اساسا ماهر عند ربنا. مرة واحدة راحت لغندي بتقول يا غندي أنا عندي ابن بياكل سكر كتير وعايزة أخليه يبطل ده عشان السكر متعب عليه. فقالها تعالي لي بعد أسبوع. قالت له ده أنا جاي من مكان بعيد، قول لي الحل خليني أرتاح. قال لها تعالي بعد أسبوع. بعد أسبوع جت قالوا يا ابني بطل اكل سكر، السكر هيتعبك، اوعى تاكل سكر هيتعبك. شكرا يا غندي، بس انت ما قلتليش ليه الاسبوع اللي فات؟ قال اصل كنت انا باكل سكر فما اقدرش. ركزوا معايا، ما اقدرش انصح واحد بنصيحه انا مش من الفاس، ما اقدرش هو احصد وانا مش حنطه، ما اقدرش ارحمني يا فلان انت فينك وانا اساسا فينك. وصلت الفكره؟ حصاد كثير. طب اعمل ايه؟ عايز احصد. توب. توب انت غاليه ويبقى بسرعه. توبه صادقه. توبه تتناسب مع ما اخذته من الله. انت عيب؟ عيب تروح تقول لك اطرافك انا سقطت في خطيه، انا اتغلبت. اتغلبت من مين؟ او اطرافك ناصح. اتغلبت من مين؟ من الشيطان. يقول لك انت اقوى منه. انت قوي. قول الشيطان ضحك عليك لكن ما غلبكش. الشيطان ما يقدرش يقلب انسان مسيحي ابدا ابدا. ده في جلال الرهبان الشيطان ما يقدرش حاجه من ناحيتها. ما يقدرش حاجه من ناحيه الجلال دي. لا 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 ما يقدرش. لا يوستينا البنت الغلبانه اللي كانت 20 سنه كان الشيطان لا يهجر يدخل اوضتها. ايه ده؟ ايه ده؟ عندك معطيات وفيره. واحد تعيين، انت بتعين وفول اللي جاي واشتغل بقى. مين اشتغل؟ حصاد كثير. انا ارزقكم حملا، حملا وسط زئاب، حملا ايه ده؟ السريه صعبه قوي. السريه صعبه. خلي بالك انت حملان 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 في 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 ربنا خلي بالكم خلانا حملان مش عشان الذئاب تاكلنا. لو اشتغلنا صح نحول الذئاب الى حملان. لو اشتغلنا صح خلي بالكم. شوفوا العباره بتاعت اولادكم دي عباره لهوديه ظريفه قوي.
يقول كما أرسلني الآب أرسلتكم، قبل الإرسالين كما أرسلني أرسلتكم. خلي بالك وركزوا معايا في العبارة دي. لما ربنا الله الآب لما أرسل يسوع المسيح شفنا الله الآب في المسيح، قال أنا والآب ومن راني معايا كما أرسلني الآب أرسلتكم. عندما أرسله الآب رأينا الآب فيه، عندما يرسلنا نحن الناس ترى الابن فينا. بص الفكره، بص الفكره، لازم الناس يشوفوا الابن فينا كما راينا الله الاب في الابن، لابد ان يرى الناس الابن فينا. عزتك حنان، ايه ده حنان؟ ايه حنان؟ حنان يحملون صوره الاسد الذي ارسله، الاسد الخارج من صوت يهوذا. الناس بتشوفنا بتخاف. لو عطينا للمسيح فرصه ان يظهر، لو هيئنا انفسنا كمناخ جيد يبان المسيح منا او يبان المسيح فينا، الناس هتحبنا وتحترمنا وتخافنا. اين المسيح الذي فيكم؟ اين المسيح الذي فيكم؟ واخذوا في البيت، لا تنتقلوا من البيت ولا تحملوا اهو. يبقى واحد، انا متعين. اثنين، هشتغل في الحصار. ثلاثه، زي ما الله قال ارسل المسيح، المسيح ارسلني. ارساليه شديده، ارساليه صعبه جدا. ان لم اخذ المرسل اللي ارسلني، اسف، ان لم اخذ الراسل معي مش هنفع. لما يجي يقول انا ارسلتكم كحملان، اقول له استنى، انت الاسد الخارج من سبط يهوذا، تعال معايا وانا اروح، ما اروحش وحدي. ارساليه صعبه، ما اروحش وحدي، هيجي معاك. في السكه يقولها كده بعد اذنكم، ما تهتموش، اوعى تهتموا باكل وشرب ولا احذيه ولا محاسن مراتكم، اوعى اوعى، احسن انا اتخبى. ما خلي بالك، ولو احنا خدنا الحاجات دي معانا مش هيبان المسيح. يقول لك انا اكل يجمع الاكل والشرب، لا، انت اجمع المسيح وهو يشبعك. عشان كده كان اطلبه اولا، ما لا كنت اطلب الباب ساح، لا تطلبه قائلين ماذا ناكل وماذا نشرب، كل هذه تطلبها الامم. اوعى، انت ابوك عارف عايزين ايه، اتمسكوا بيه والباب ساح. فالامور صغيره، اوعى اوعى تتعطل كيس ومسود ونحاس والاكل وشرب واحذيه وتفتكروا. خلي بالكم، كل ما ابتعدنا عن الحاجات دي تظهر ايد الله بوضوح في حياتنا. تظهر ايد الله بوضوح في حياتنا عندما نبعد عن الارضيات، تمتد السماء لنا بالتعزيات. لما كل شويه تمد ايدك على الناس، هات هات هات، السماء ما تديكش. لكن لما تبطل تقول لا انا عايز من السماء بس. عندما نمنع ايدينا ان تاخذ من الناس يعطينا الله، عندما نمنع انفسنا ان احنا ناخذ من الحيه يطعمنا الله. عشان كده بيقول ما تضيعوش وقت، هتنادوا ملكوت الله. هي القصه دي كلها في سطرين ورا بعض كده، قد اقترب منكم ملكوت الله. ما تكونش غير السماء، اوعى تحطوا في السماء ورا بعض في سطر واحد. قد اقترب منكم ملكوت الله، بس هذه القضيه، هذه القصه بتاع كل الحكايه دي. السماء في الابديه مهم، دايما التكرار يؤكد على الاهميه والصدق. التكرار يؤكد على الاهميه والصدق، زي الاحلام بتاع فرعون. حلمين يوسف قال له، يعني ايه حلمين؟ قال له التاكيد والصدق. الحكايه هتتم، التكرار يؤكد صدقها، التكرار يؤكد انها هتتم مرتين في سطر. وسطر يقول اقترب منكم ملكوت الله. رجعوا بفرح، فرحانين طيرانين الرسل، حتى الشياطين تقطع لنا باسمك. اذا قالوا لا تفرحوا بهذا، ما تفرحش بالشياطين وتقطع، او نقول باسم المسيح الشيطان يطلع. اوعى، ياما ناس نادت، ياما ناس كانوا عاملين قديسين وملائكه وضاعوا،
دمشق الطراق من اليهوذا ده اوعى اوعى تفرحوا بهذا، اوعى تفرحوا بالش ايه ده يا رب، ده الشياطين بتطلع ولا نجيب سيرتك ونجيب اسمك، الشياطين بتجري وتهرب، دي حاجه مفرحانه قوي ان اسمك له حضور وله قبول وله قوه وبنقنع الناس. لا لا تفرحوا بهذا، يا اما الناس طلعت شياطين وهلكت، امال نفرح بايه؟ اسماءكم مكتوبه في السماء بس، لا تفرحوا بهذا الشياطين تبقى لنا تبقى لكم باسم ايه، اوعى تفرحوا بده، نفرح بايه؟ السماء، السماء بس، افرحوا بالسماء، فكروا بالسماء، عيشوا السماء. ان لم يحيا المسيح الابدي من هنا مش هياخد، المسيحيين ما لهمش سماء، المسيحيين ما لهمش ابديه، المسيحيين ما لهمش سماء، المسيحيين ما لهمش ابديه، ها ملكوت الله داخلكم يا مسيحيين، اوعى تبص تقول هروح السماء عيش السماء، لا سماك بتاخدها معاك، ابديتك بتاخدها معاك، عشان كده المسيحي ان لم يحيا الابديه والسماء من هنا مش هيشوفها هناك، ابديه المسيحي من على الارض، خلي بالكم المسيحي الوحيد القادر ان ينال مكافأة أبدية من على الأرض، المسيح الوحيد الذي بمقدوره أن ينال مكافأة أبدية وهو هنا، المسيح بس. لا تفرح بهذا الشيء المطلق، ثم نفرح به السماء، دور على السماء من هنا، دور على السماء، اسأل على السماء، أنت فين من السماء؟ أبديتك تاخدها معاك، محدش هيديك هناك أبديتك تاخدها، إذا وقفنا بهيكلك المقدس نحسب كأننا في السماء، عشان كده المرة اللي تجيها الكنيسة وما تحسش إنك في السماء أنت ما جيتش، إذا وقفنا بهيكلك المقدس نحسب كأننا في السماء، أنا مش حاسس إن أنت ما جيتش الكنيسة، عشان كده بتطلع جعانين. تقول النبي يقول واحدا ما الله طلبت إياها لتمس أسكن في غيرك، ليه؟ الأبدية تبدأ من بيت ربنا، الأبدية تبدأ من بيت ربنا. كل سنة وانت طيبين، شكرا لك.